السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المصلى. جينا لكم بفيديو جديد مراكز انصرافي، فيديو جد جميل ومختلف. الليلة كشف خطة جديدة قام بها الدويلة واستهدف ناس معينين وفصيلة الفنانين فكلام جد مهم. وناس دي بيستهدفوا فنانين ليه وليه غيروا مواقفهم وزمان كانوا وين؟ كده أراكم نادر الفيديو أول حتى نبدأ نجينا كيف باقي. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. تتوالى في معركة الكرامة كشف الحقائق، والناس بتقوى صلتها وعقيدتها وبتقوى ارتباطها بالسودان، وبقوى بقوى 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 يعني موقفنا. كنت بقرأ عن الفن في التاريخ القديم، لقيت جمل عجيبة، قال لك هو تمجيد المنتصر إلى رصد المعاناة. ده دور الفن في الحروب. ما بنضرب أمثلة أكتر من مثال الغنية دي. وين الملايين الحركة الانتفاضة في الشعوب؟ واسألوا آباكم وأمهاتكم لما الغنية دي طلعت في الثمانينات وطلعت الانتفاضة، الناس كانت ملت الشوارع. ده بقى رسالة من الفن. ده الفن كان دوره هنا تخليد ذكرى المنتصر. عرفتوا انتوا اجدادكم، وعرفتوا عجوبه، وعرفتوا مهيره، وعرفتوا كلمه كنداك ما من الغنى. ده الفن اللي بيخلد الذكرى بتاعت المنتصر وبيخلد تاريخك. ده اللي بيشكل وجدان الشعب. لكن بيطلع فنان او فنانه بيجيب بيصد للحاجه دي وبيغير فيها، بيقول انه الفنان دوره سلام، واحنا احنا احنا ربنا خلقنا للحرب. يعني انتوا الفئه المختاره، احنا العاجبنا انه بيوتنا تنتهك، احنا الواقفين في المعركه دي وبنصد للعدوان والاستعمار، دارين بناتنا يغتصبوهم. كل الشعب ده ما بيفهم، بتفهموا انتوا لانه انتوا المميزين بانكم فنانين. كثير الايام اللي فاتت دي بشوف فيديوهات لفنانين بيطلعوا بيتكلموا بياخدوا الوصايه بياخدوا الوصايه على الناس، وانهم هم في الموقف السليم، وغيرهم هم دعاة الحرب. قاعدة تاريخية اسمعوها مني بقول لك يا فنانين، بقول لك للفنون حروبها وللحروب فنونها. للفنون حروبها، ودي واحدة من الحروب اللي بيخوض الفن في السودان. عندنا عشرات الفنانين الواقفين الآن بالبندقية وبالميكروفون وبيشكلوا وجدان الشعب السوداني وبيدافعوا عن البلد دي. شفناهم في كل المواقف، في مدرمان شفناهم، شفنا بالعدد وبالكمية، شفنا باقيرة، شفنا عاطف السماني، شفنا سجاد، شفنا ندى القلعة هيبة جبرة، شفنا ناهد، شفنا أحلام، شفنا سكرة فنانين، شفنا احمد الصادق. وقفوا ديل فنانين وفي نفس المجال بس ما تلبوا بهناك عشان انت توصفهم بانهم والله دعاة حرب. البدافع عن بلده وبدافع عن ارضه تجرد من الوظيفه. احنا ما شفنا اطباء بيقاتلوا في الميدان، واول شهداء في المعركه دي كانوا اطباء بالمناسبه. شفنا مهندسين، شفنا ناس المويه كل يوم بيقدموا ضحايا. اللي بيطلع في السلم ده عشان يربط الكهرباء، لما تسال ناس العمل الخاص تقول لهم ليه ما وصلتوا الكهرباء في ابروف والناس ليهم شهرين، بيقول لك اي زول سبعه انفار طالعوا في السلم بتاع الكهرباء يوصلوا السلك الخط الرئيسي لابروف كانوا قناصه الدعم السريع بينيشوهم في الراس. احنا شفنا الزول بيتجرد من وظيفته، بيتجرد من اي حاجه في سبيل انه يدافع عن السودان. لكن في سبيل الغيم اللي انتم ما بتعرفوها احنا بنقدم ارواحنا، دي اللي انتم ما بتعرفوها. انتم بتتكلموا عن التضحيه عن الحبيب، لما يجي الاختبار الحقيقي تضحي عشان الحبيب بتطلعوا بره بتوصفوا الناس اللي بتقاتل انهم دعاة الحرب. احنا ما دعينا لحرب، احنا ما فتحنا حدودنا لتشاد، ولا فتحنا مطاراتنا للامارات، ولا فتحنا بيوتنا للدعم السريع وخش فيها وانتهيبة وانتهيكا وخش مستشفياتنا. اكبر دليل دخول الدعم السريع قاعد في مستشفى الولاده.
اللي بتتكلموا عنه انه اتهجروا والمواطنين فقدوا بيوتهم، اللي هجروا منه هجروا انه الدعم السريع وقف المويه، وقف الكهرباء، وقف الاكل، ودخل جوا المستشفى المره الدار تضع دي. ما هو ده الدعامي السبب في انها تركب بوكسي تمشي مصر بالتهريب؟ هو ده الدعامي، ده الدعامي ذاته اللي انتوا هسه شايفينه انه نقعد معاه في ترابيزه، نقعد معاه في ترابيزه عشان انتوا بتمثلوا قمه الهرم في القيم. ابدا، قمه الهرم في القيم وصف الله عز وجل، قمة الهرم في القيم الله عز وجل سماها وصف لنا وشرح علينا، دي المرجعية اللي انتم ما عندكم. فريق دنقلة من مدني شنو؟ هي دي حرب بتاعت قيم، لانه هو الزول اللي بيفتقد الحاجة اللي بتخليه يدافع عن السودان، ما شايف انه في السودان حاجة تستاهل. بنطلع بنسمي اسم عديل، بنقول الليلة يا اخي عندنا 150 اسرة رجعوا من درمان، بيطلع واحد في صفحة بقول لك وين الكهرباء وين الموية في بري؟ انا جبت سيرة بري؟ حتى التزييف والتضليل ده عشان الناس ما ترجع، عشان يقعد فيها الدعم السريع. قلنا من درمان يا هودي الصور مصطفى معاه الكتيبة بتاعت الاسناد، يا هوداك دراكولا، يا هوداك ويس، يا هوداك غسان عبد الماجد، يا هوداك ناس الكهرباء، يا هودا الوالي. الليلة جابوا الخراطيش بتاعت الموية والمحطة الأساسية في مدرمان بربطوا فيها، دار تقعد مشرد براحتك، دار تسمع الأخحاتي براحتك، إحنا ما غصبناك، إحنا ما غصبناك. في ناس قاعدين في السودان ده ما عندهم الظروف اللي توفرت لك، ما عندهم الظروف، الظروف الظرف عديل، مش الظروف المعنوية، ظروف حسية، ظرف بيجيك. يعني خالص لك يطلع يقول لي أنا شغال مهنة شريفة، أنت المهنة الشريفة عمرك كله ما اشتغلتها، أنت عمرك كله ما اشتغلتها، تمشي تشتغلها في الغربة وورق ما عندك؟ لو سألوك هسه انت شغال مهنة شريفة في يوغندا قدمت لهم يا جواز وتثبت به، ولا يوغندا بتلم اي زول ويشتغل اي زول ما عندهم ورق؟ ولا في اثيوبيا بيشغلوا اي مواطن بدون ورق؟ انت شغال شنو بدون ورق؟ بتطلع في الاعلام عديل، وينو جوازك اشتغلت به؟ في ظرف بيجيك يا خالص لك، انت حتى لو المهنة الشريفة دي بتوفر لك فندق، بتوفر لك اقامة لاولادك في دبي، دي شنو المهنة الشريفة السمحة دي؟ كان على الاقل وريت لاخواتك الغحاتيات بدل الانحراف السلوكي اللي بيعملوا فيه ده، ومبررات الاكل والشراب، وريهم المهنه الشريفه دي، علمها ليهم. احنا ما دارين نعرف، وريها لاخواتك الغحاتيات الصيع ديل، دي حرب قيم. اللي بيطلعوا بيعايروا بنات السودان لانه الوحده محجبه وقفت شالت كلاش، بيقول لها اخوات نسيبه، بيعايروهم بغيمه في غيم العقيده والدين حقتنا، عشان نسيبه ما انحرفت زيهم، عشان نسيبه مغطيه شعره. بيطلع يقول لك البلابسه ووصف البلابسه، لو ما انضمام كل الدعم السريع، الدعم السريع بلمكم، بلمكم ما لانه منظومه عسكريه حتنتصر، بلمكم لانه القيم حقت الدعم السريع بتشبه قيمكم، لانه الزول الناقص في المجتمع الحته الوحيده اللي بتأويه الدعم السريع، الزول الداير شهره وما عنده اي كفاءه بلموا الدعم السريع بيديك، لا الدعم السريع محتل بيت ما حقه، زي ما انتوا احتليتوا مناصب في المجتمع وسياسيه واوضاع في العالم باسم السودان ما حقتكم، بيوفر عليكم، بيوفر عليكم الدعم السريع تحت شعارات انه دارين نجيب دوله 56، دوله 56 الدار يجيب الدعم السريع، اول جندي اتجند في الدعم السريع منه؟ اول جندي اتجند في الدعم السريع منه؟ ما حميتي، حميتي كان مشهور بشنو؟ حميتي كان شغال شنو؟ نهاب في الشارع يا اخوان، قاطع طريق. أول جندي تجند وانضموا للدعم السريع في ولاية الخرطوم منه؟ أربع سجون طلعوا منها أكثر من 25 ألف مسجون. دارين تعترضوا يا قحاتة إنه المساجين ديل انضموا للدعم السريع؟ دارين تنكروا إنه أصحاب الجرائم والمصايب في المجتمع بقوا دعامة؟ لأنه الدعم السريع بيوفر لهم الحاجة اللي دايرينها. ليه ما لبسوا الكاكي بتاع القوات المسلحة؟ ليه ما لبسوا الكاكي بتاع القوات المسلحة؟ لبسوا الكاكي بتاع الدعم السريع لأنه القيم حقتهم بتشبه قيم الدعم السريع ده. النهب والسرقة والقتل، والأكبر زول قائد عصابة في مدرمان في الفتحاب كان مسجون، السافنة كان مسجون، كل المجرمين، كل عتاة المجرمين، أول حتة دخلوها في الحصحيصة الدعامة كسروا بابا السجن بتاع الحصحيصة، السجن بتاع مدني، طلعوا المجرمين، لأنه الدعم السريع كمنظومة مشروع بيشبهكم. اللي بدعوا علينا القيم خالص لك لو بيقرا قران، ولا هو اصلا عنده مرجعيه قبليه ولا مرجعيه بتاعت اعراف، كلامه ده ما بقوله. ما لاقاني شعبي في العالم حصل له احتلال واستعمار اتصدى له
رموز المجتمع كان إعلام وفنانين ومن ناس الكورة ديل وقفوا مع العدو ده ما لقتني إلا في السودان. أنا أفهم إنه فنان في الجزيرة ممثل يطلع فيديو وهو محاصر بالدعم السريع يقول إنه والله الدعم السريع موفر لنا الأمان، أنا أفهم في ظرف شفته بعيني مصور دعامي حوله دعامة، أنا أظن فيه الخير. إحنا قلنا أي مواطن الآن في السودان ينحاز للدعم السريع حتى ما وصل الكاكي الأخضر ما بنحاسبه، ما عربي نجيب؟ مدينا باب الغفران ومدينا وفاتحين باب الوطنية لأي زول في أي حي والخرطوم حتى ما دخل كاكي أخضر الزول ده لو مع الدعم السريع عديل احنا ما بنسأله، لما نصلك الكاكي الأخضر بعد ذاك بنحاسبك. أنا أفهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ده مستضعف مع إنه ما عذر وأنا بوريك إنه العذر ده منفي لحد ما الدعامة ده يزحوا منك تلقى لك طريقة تمرق من الأرض الظالمة دي أمرق ما مرقت مت معاهم يوم القيامة هيجيبوك ويسألوك. قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أكثر فئة في المجتمع هي ضعيفة هي فئة المبدعين، كلمت عنهم كثير ودافعت قلت المبدع لو جاه تاتشيرين بالليل رسل له الرئيس تاتشيرين قال له تعال غني وبالذات تكون بيت أو مرة يقول لا تعال غني بتقدر تواجه المنظومة الأمنية براها؟ ما بتقدر لأنه بكرة الصباح بيعملوا لها فيديو مفبرك بيحرقوها أو بكرة الصباح بيرسلوا لها تاني ما تغني في نادي الضباط أو ما تغني في المسرح القومي بيقطعوا لها عيشة. المبدع من أضعف الفئات، الصحفي قلنا الكلام ده احنا عارفينه داخل البلد. أنا أفهم عندي نموذج أبو عرك البخيت لما يتصور مع الدعم السريع الليلة تصور مع القوات المسلحة بالأحضان ببهجة أبو عرك البخيت الناس كانت مراهنة عليه ورهاننا ما وقع. شفنا حتى الشيخ الضلالي اللي كان فاتح مسيده وبيته للدعم السريع سكتنا عليه قلنا هو مستضعف ومحاصر ده حجة الناس لما جاء الجيش فتح الباب ولبس الكاكي. لكن أنا جاتك فرصة يا فنان تطلع برا السودان في أرض أمان ولا عليك ضغوط ولا عليك استهداف. إحنا ما بنحاسب الفنانين لأنه موقفهم من الحرب لا للحرب، إحنا ده ما موقفنا اللي بنحاسب فيه، إحنا بنحاسبهم بنقول لهم أنتوا بعدتوا من الأشرار والقتل الدعم السريع والتهديد وبعدتوا من الطرف الثالث والكيزان قاعدين في أمان الله في أرض غربة ماكلين شاربين، ليه ما بتدعم القوات المسلحة؟ أنا ما بحاسبك حسعدي يا فنان لأنك أنت جيت قلت لي يا أخي لا للحرب ولا للسلام ونعم للسلام، ده خرابيط ساي وادعاءات فارغة، أنا ممكن أرد عليها وممكن ما أرد عليها، أنا برد عليك ليه أنت ما جيت قلت أنا مع الجيش؟ ساكتين سنة كاملة يا مبدعي البلاد ومشكلي ووجدان صورة بالكاكي ليه ما صورتها؟ احنا ما بنحاسبك لانك انت ادعيت موقف الحياد. لو كنت قاعد في السودان وتحت الظروف بتاعت انه والله يا اخي مجبور والفن والدعم السريع اجبرك تعمل رسالة عادي، الدعم السريع ما قتل مجرمين شفناهن اجبروا واحد من القادة بتاع جهاز الامن انس عمر ادان نفسه شفناه، هل فنانة أو مبدعة أو بيت براها بتقدر تتصدى لهم؟ لا، ممكن تسجل أي حاجة ما دمت أنت قاعد في أرض الظلم دي. قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مشي لك مخلايا وامرق منها، أركب بوكسي ساي، أركب لوري، أركب البحر ده، أمشي مع الناس، قاعد تسوي شنو؟ إيه ليه؟ سيد القائد كباشي اللي قلته في المنامة يا هو الكباشي الليلة في الفاو لما ننزل الصورة بتاعت الفاو بيجون القحاتة والقحاتيات بيكتبوا لنا شبعنا من شعاراتكم وشبعنا من زياراتكم، شبعتوا مالكم في شنو؟ ما أنا نزلت خبر إنه الكباشي في زيارة للفاو، أنت عارف الفاو دي وين؟ الفاو دي واحدة من المتحركات المتقدمة المحاصرة الجزيرة، ما قايمين بيشغلون، لا ما لو ما قايمين بيشغلون الدعم السريع كان خش الفاو، نعم؟ بقول لك لو ما قايمين بيشغلون الجيش الدعم السريع كان خش الفاو، الكباشي مشى هناك قائد من الدولة وشرعي، أنت تقول لي يا أخي أنت والكباشي سايقين لنا بالخلا، وأنت قاعدة وين حضرتك؟ خشيتها لقيتها قاعدة في أبو ظبي. اللي اسمها دعاء اللي امبارح دي حضرتها ما برد لها في 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 التعليقات، لأنه القحات والدعامة ما زول. برد لها هنا في اللايف.
والما عجبك في شغل الجيش والكباش والبرهان وصرفه شنو يا بيبي؟ اتاخرت على طيب يا اخي احنا منعناك ما تيجي تشيل كلاش تعالي حاربي مع الكباشي ده ما قاعد. كباش اللي قلته في المنامة والكباش اللي قلته في مصر والكباش اللي بيتواصل معاكم بالسر الكباش هاسع دي في الصفوف الأمامية الفاو دي صف أمامي والما داير يعرف الحاجة دي يعرفها شجاعة وبسالة القادة العسكريين إمكانياتنا الضعيفة إمكانياتنا مقدراتنا العسكرية ذخيرة سلاح دبابات أسلحة نوعية في حيات إحنا ما قاعدين نصنعها. السودان كان معتمد على التصنيع بتاعه من 95 الدعم السريع خش المعركة دي يا أخواننا فرتق لنا مصانعنا. تعالوا نمشي تركيا مشان نجيب تركيا سلاح دافع لهم قروش ما داري يدونا السلاح. بنجي نشوف ذات الطيارات التركية دي الطيارات التركية اللي هاجمت الست اللونة رصاص المقلوبة دي ما صناعة تركية بديهم ما بتاع الناتو ده بديهم مشان نجيب ذخيرة وسلاح من روسيا مسكوها لنا الباخرة السعوديين اتفكت امبارح بالمناسبة والدعم السريع شيل شيلتك والله العظيم شيل شيلتك ما عندنا ذخيرة يا اخوان احنا كنا معتمدين على التصنيع بتاعنا مخازن دي طلعت فاضية وزارة الدفاع قاعدة ساي الجيش ذاته قاعد ساي قامت الحرب خلاص حسي نقعد نتحاسب ونتلاوم ما هو ده الكباش اللي قلته قاعد في المنام الليل الكباش مشى الفاو الفاو دي ما دي 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 دي, دي واحدة من الجبهات المتقدمة اللي بتقاتل الفاو كلها بمستنفرينها بمقاومتها الشعبية انت ما عجبك الكلام بتاع شغل الكباش ما تركب الطيارة تجي انت احسن من سوهندر في مدرمان في شنو احسن منها ولا من خالدة ولا من امير علي احسن منهم في شنو ما قاعدين في ارض المعركة وبيقاتلوا بقدر وبيشوفوا كباشي بيعمل شنو وبيسمعوا انه كباشي مشى المنام ما شايفين الكباشي الليلة في كوستي كوستي دي ما لا يا اخوان واحدة من متحركاتكم وين متحركاتكم العشرة واحد عامل لي اسمه احمد وين متحركاتكم العشرة في الجزيرة وبيضحك والله متحركاتنا العشرة فيها 9 انفار دارين زول واحد ما تجيني انت يا بيبي جيبوا لي اي بيان طلعوا البرهان منع فيه انه مواطن يقاتل في معركة الكرامة ابليك وين ابليكم وين لان والله يا صرف احنا عندنا اموال وابناء الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن الغيم وصفها في كلمة واحدة الله عز وجل لما نتكلم عن الغيم وصفها في كلمة واحدة عارفين الكلمة دي عارفين الكلمة دي؟ وصف الله عز وجل القيم دي في كلمة رجل وفي القرآن هنا وردت كلمة رجل دي في مواضع عدة رجل بتتقال للراجل والمرأة في الموقف ده عارفين يعني شنو؟ لما يخاطب الله عز وجل الراجل والمرأة بيخاطبهم ما تحديد جندر ما هنا جندر هنا غيم الراجل بيفرق من المرأة في موضوع الغيم ده اللي هو بيقاتل بشجاعة بيقاتل ببسالة بي 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 بيؤثر على نفسه بيكون شهم لما الحاجة دي تتوفر في الراجل والمرأة في موضع معين الله عز وجل بيقول رجال رجل رجالا وفي اللغة العربية زول الراجل ده بينزل من الحمار بتاعه ولا الحصان بيمشي بكرعينه مشى ليه بكرعينه يا ركب زول يا شال حاجة يا معول مرته ركبه في في غيمة هنا في غيم دي الحاجة اللي هم بيفتقدوها بيطلعوا بيقول لنا مقاتلينكم ما رجال وجيشكم ما رجال وبعرد وبينسحب احنا والله الرجال اللي عندنا دي يا هدي المثبت الناس دي بقول لك ما عنده ذخيرة واقف بقول لك يا اخي رسلوا له فيديو فيه الدعامي والقحاتي بتاع اللجنة في الحلة وصف له بيته وصوروا مرته ورسلوا الصورة دي سلاح المهندسين كل الضباط والعساكر اللي فيه تم اقتحام بيوتهم كلهم قاعدين واحنا بنقول لهم والله يا اخي الظافر بتاعكم ده طول بساي ما مهندس اطلعوا يا سلاح المهندسين قاعدين ساي ومتحملين اذانة متحملين فقدهم لبيوتهم كده جيبوا لنا عسكري ضابط في الجيش ده طلع مشي بيته صور له فيديو لاقى اسرته من الجيش من الضباط ما في هو ذاته ما في اولادهم ما في بيوتهم ما ده راجل بيطلعوا ديل لانه بيفتقد الغيم دي خالص سلك بيطلع بيقول عليهم ارهابيين لانه خالد بيفتقد قيمة الرجالة دي ما تربى عليها ما رضع من لبن امه ما شاف في بيئته شايف الزول ده شاذ غريب قال انا اوصفه بارهابي
رغم انه هو لابس كاكي وخالد السلك ماضي معاه. خالد السلك في شهر 2 بيتكلم التغينا بسيد القائد العام للقوات المسلحة البرهان، التغينا بقائد الدعم السريع بوصف البرهان الرئيس الشرعي للجيش ومجلس السيادة في 22 دي القريبة دي في 23 شهر يوم 6/3 في قاعة الصداقة بيقول علاقتنا مع القوات المسلحة زي السمن على العسل احنا المدنيين، وتحية لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة. ومبارح في الجزيرة خالد السلك بيقول انا ما بعترف به، ما بتعترف به وشرعيته مشت وين؟ شرعيته لما حصل انقلاب حميتي راحت معاه يعني؟ لك التحية صرفة، كلام جميل جدا يا اخوانا. الماركة دي الحاجة الكويسة ان الغربال شغال والقهاتة والجنجاوي دي اي زول انه واقف مع قوات الشعب المسلحة وبينادي انه الجنجاوي دي يتنظفوا بيقولوا يا اخي انتوا بلابس وداعمين للحرب. ما في زول يا اخوانا بدعو للحرب، لكن الحق ده حق والماركة دي جت كده بين حق والباطل. فطالما الجنجاوي دي الموجودين والقهاتة موجودين السودان ما بيصلح، والمعاملة دي معاملة دولية يعني ما هي كانت دعم السري ولا يازنوا الناس دي الحكاية استهداف سودان كامل وطريقة موحدة وبدعم دولي وإقليمي ندافع عن وطننا بكل ما نملك. كلام انت تقوله كل ما هيزيدنا شيء إلا إصرار. فإن شاء الله ربنا ينصر قواتنا الشعب المسلح.